السلام عليكم. اليوم نروحوا نشوفوا اشغال نتاع الطريق الجديد السريع اللي راه قيد الاشغال بين منطقة عين الله هنا ومنطقة خريسية. وهنا نقترب من الصورة هذه نشوف هنا اشغال تاع الطريق هذه اللي يعني على حسب الصورة تاع جوجل ايرث اللي عندها حوالي 3 شهور. اذا هنا نشوف الاشغال وعندنا صور جديدة سوف نوفيكم بها مع نهاية هذا العرض حول زيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة للمشروع هذا في الاسبوع هذا. اذا تابعوا الفيديو حتى النهاية لتطلعوا على الصور اخر صور نتاع الاشغال نتاع طريق السيارة. هنا نشوف انطلاق من منطقة عين الله والعاشور ثم حالة الجسر. هنا نشوف الجسر هذايا واحد يعني من اكبر الجسور اللي راه يقيد الاشغال في مدينة الجزائر العاصمة. اذا هذا المنعرج هنا ثم نشوف اجزاء من طريق هنا اللي راهي يعني هنا نهاية يعني تقرب نهاية نتاعها وحتى وصول الى اذا منطقة خريسية مرورا بملعب علي عمار ملعب دويرة الى اذا هنا نشوف منطقة حسان بابا حسن وملعب دويرة هنا ثم الى منطقة خريسية هنا بالمنطقة هذه. اذا هذا هو المشروع تاع الطريق السيار الرابط بين منطقة عين الله وخريسية. هنا نخليكم تتابعوا اخر صور زيارة والي ولاية العاصمة الى المشروع. والسلام عليكم.